الواجب على المدرس الشيخ الذي يجد في بعض الأخطاء في المناهج، هل يبينها للطلاب أم يعني يترك مثلا الموضوع هذا يتعدى، مع العلم موجه مزمن في الشيء هذا، يقول لا تترك شيء ولا توجه له الطلاب، فإذا فعلت هذا ولا تعلم الطلاب عنه، لا تعلم بإيش؟ يعني خطأ، خلص هذا من الوزارة أرفع عنه من الوزارة، خلهم يشيلونه. وإذا خلى الموضوع هذا أطلب افتراضاً. كذلك بعض المناطق التي يوجد فيها بعض الفرق يقول لا تحذر من الفرق، فإذا حذرت خذ عليك أهل على المدرس. نعم. الوزارة ما يجب على المدرس هو يسكت عن الشيء هذا. أما نعم، أما مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد إذا وجدت في المقرر ما يخالف اجتهاده فلا تغير، لا تغير المقرر، لأنك لا تدري الصواب معك أو مع الثاني، فأنت لست رسولا يوحى إليك حتى تقول إن الكلام هو الصواب والآخر خطأ. أما إذا كان ما فيها اجتهاد كمسائل العقيدة فهذه يجب أن تبينها، يجب أن تبينها، ولكن لا يكفي أن تبينها للطلاب، يجب أن تكتب عنها للمسؤولين في الوزارة، وإذا لم يفد فيها اكتب لغيرهم من العلماء. هذا في مسألة العقيدة، مثل لو وجدت في الكتاب المقرر أن الله سبحانه وتعالى خلق القرآن ولم ينزل، هذا لا يجوز إقراره، مع أني والحمد لله فيما أظن أنه لا يوجد في المقررات في الابتدائي ما يخالف العقيدة الإسلامية. نعم.